اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن التشكيل البحري الذي يعثر على الغام بحريه جديده زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابيه قباله سواحل ميلي، حيث عثرت قوات التشكيليه البحريه التابعه للمنطقه العسكريه الخامسه فجر اليوم الاحد على الغام بحريه شمال غرب سواحل ميلي بمحافظه حجه قامت بزراعتها ميليشيا الحوثي الانقلابيه. وقال مصدر عسكري بالتشكيله البحري ان الدوريات البحريه التابعه للتشكيل عثرت فجر اليوم الأحد على مجموعة من الألغام أثناء قيامها بمهام دورية لتمشيط ومسح وتأمين البحر شمال غرب ميلي. وأضاف أن قوات التشكيل البحري تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطلاعية في نطاق انتشارها، لافتا أن الميليشيات المتمردة ما زالت تمارس زراعة الموت في كل البلاد، الأمر الذي يتطلب ضغطا من المجتمع الدولي بكل الوسائل والطرق على هذه العصابة ليتوقف عن استهداف أرواح الأبرياء من الصيادين وتهديد خطوط الملاحة الدولية. وأكد المصدر أن التشكيل البحري قد انتزع أكثر من 150 لغما بحريا متنوعا منذ إنشائه مطلع العام 2016، وقام بإتلاف تلك الألغام بمشاركة خبراء مختصين في هذا المجال من قوات التحالف العربي. تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة. أسعد الله مساءك سيادة المقدم. مساء النور. أهلا وسهلا بك سيادة المقدم، ماذا يمكن أن تحدثنا عن تلك العملية التي عثر من خلالها التشكيل البحري على الغام فجر اليوم في بحر شمال غرب سواحل ميدي بمحافظة حجة؟ تحية لك أخي الكريم، وكما هي التحية للسادة المشاهدين. العملية التي كانت اليوم وهي العثور على عدد من الألغام البحرية ليست هي العملية الأولى، ف يعني الفرق الهندسية التابعة للوحدة التشكيل البحري تقوم بشكل دائم ومستمر بالمسح الميداني للسواحل وأماكن الصيد وكذلك قرابة خط الملاحة الدولي، حيث أن هناك عشرات الألغام يعني في سواحل ميدي وفي الجزر اليمنية. وفجر اليوم تمكن الفريق التابع لوحدة التشكيل البحري الفريق الهندسي من العثور على عدد من الألغام شمال غرب ميناء ميدي وفي المنطقة الواقعة قريب من جزيرة الفتش، وتم التعامل مع هذه الألغام ونزعها وكذلك تفجيرها. خلال الأيام الماضية كما ورد في تقريركم وحديثكم هناك أكثر من 150 لغم بحري تم انتزاعها، تقوم الميليشيات بزرعها في أماكن متعددة ومختلفة وبصورة عشوائية. هناك ألغام يعني بحرية متنوعة ومتعددة تستهدف الصيادين، تستهدف خط الملاحة الدولي. في العام الماضي كان هناك أحد الألغام انفجر بقارب من الصيادين، عليه 8 من الصيادين. الميليشيات كما زرعت الموت في البر كذلك تزرع الموت في البحر، وهذه كما ذكرت في بداية حديثي ليست المرة الأولى التي تقوم الفرق الهندسية بانتشال ألغام بحرية وتفجيرها، فالعمل متواصل وعلى قدم وساق وبصورة مستمرة ودائمة سواء في المسح البحري وكذلك في المسح البري. ما هي الرسائل التي تود أن تبعثها ميليشيا الحوثي الانقلابية سيادة المقدم بزراعتها لتلك الألغام البحرية؟ أخي الكريم، هذه الميليشيات رسائلها بالمجمل سابقا ولاحقا ومستقبلا كلها رسائل موت، كلها رسائل إرهاب، كلها رسائل تهديد. فيعني تسعى الميليشيات من خلال هذه الألغام التي تزرعها في البحر وخاصة عندما تتسلل إلى خط الملاحة الدولي هي تسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي، الأمن الدولي، هي تسعى إلى أن تفرض أمر واقع بإرهابها ويعني تخريبها لخط الملاحة الدولي وتجعل من نفسها يعني
يعني عنصر إن صح التعبير فاعل تضغط على المجتمع الدولي من خلال هذه الأعمال التخريبية. وهي فرصة أيضا نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه هذه الجماعة التخريبية الإرهابية التي سعت وتسعى إلى يعني تخريب كل شيء سواء في اليمن أو في الإقليم. وما هذه الممارسات التي تقوم بها بين الحين والآخر في البحر الأحمر إلا واحدة من يعني التوجهات الإرهابية لهذه الجماعة. سيادة المقدم، أيضا ماذا يمكن أن تحدثنا عن الجهود المبذولة من قبل التشكيل البحري بإزالة تلك الألغام؟ بالنسبة للجهود المبذولة من الفرق الهندسية يعني هندسة الألغام سواء في التشكيل البحري أو في بقية التشكيلات، طبعا بإسناد ومساندة لوجستية وخبراء من الأخوة في التحالف العربي وتحديدا الأشقة في المملكة العربية السعودية، الفرق تعمل يعني على قدم وساق ليل نهار وبشكل متواصل في نزع الألغام سواء في البحر وفي البر، وخاصة يعني فيما يتعلق بالبحر لعشوائية الألغام وخطورتها على سكان الجزر وكذلك على حياة الصيادين. هناك مسح مستمر 24 ساعة ويعني فرق متعاقبة تقوم يعني مراقبة البحر ومراقبة الألغام العائمة خوفا على حياة الصيادين. هل لك أن تحدثنا بالتفصيل أيضا دور التحالف العربي في تلك العمليات؟ تماما كما ذكرت لك الأخوة في التحالف العربي يعني من خلال الدعم اللوجستي، من خلال يعني الدعم الفني بالأدوات الفنية التي يعني تقوم أيضا الخبراء المختصين بهذا الجانب. تماما هناك دعم لوجستي متمثل في يعني الأدوات التي يعني يقوم المهندسين باستخدامها في المسح الميداني سواء البري أو البحري، وكذلك نزول ميداني لخبراء من الأشقاء في المملكة العربية السعودية يعني تزامنا مع هذه الفرق، سيما في يعني فيما يتعلق بتفجير الألغام، وكذلك يعني هناك أيضا عمليات تدريب وتأهيل لفرق نزع الألغام من قبل الأخوة في التحالف العربي. الأضرار العائدة بالنسبة للصيادين من تلك الألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ماذا يمكن أن تحدثنا عنها سيادة المقدم؟ بالنسبة للأضرار المباشرة على الأرواح كما ذكرنا يعني في العام الماضي تم تفجير يعني أحد الزوارق الصيد التابعة للصيادين في جزيرة بكلان، وكان الضحية 8 من أبناء الجزر. أما بشكل غير مباشر فالصيادين يضطروا في أغلب الأحيان إلى عدم ممارسة مهنة الصيد التي تمثل المصدر الوحيد يعني لدخلهم اليومي، بما ينعكس انعكاسا سلبيا على يعني وضعهم الاقتصادي، خاصة وهم في جزر يعني ليس هناك وسيلة من وسائل العيش يعني جلب الرزق غير الصيد. طيب بالنسبة لتلك الانتهاكات التي تمارسها، ما تأثيرها على أيضا الخط الملاحة الدولية سيادة المقدم؟ أخي الكريم، لا شك أن هذه الأعمال التخريبية لها يعني أثر سلبي وكبير من خلال هذه الألغام العائمة يعني التي قد تتعرض فيها بأي لحظة من اللحظات أي من السفن التجارية أو السفن الإغاثة أو غيرها، قد تتعرض في أي لحظة من اللحظات للانصدام بهذا اللغم، وبالتالي يعني يكون هناك ضحايا. وكما هو معلوم يعني خط الملاحة الدولية الذي يمر في البحر الأحمر هو يمثل يعني خط حيوي عالميا، وبالتالي يعني تهديد مثل هذا الخط يمثل تهديد يعني للوضع الاقتصادي العالمي إن صح التعبير. سيادة المقدم، في هذه الأثناء ما هي الرسالة التي يمكن أن توجه لميليشيا الحوثي الانقلابية مع الجهود المبذولة من قبل التشكيل البحري وأبطال الجيش الوطني وكذلك بإسناد من التحالف العربي بتلك العبث الذي تعبث به ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ بالنسبة للرسالة للميليشيات يعني نقول أن كل هذه الأعمال التخريبية التي تمارسها والانتهاكات التي تمارسها ويعني التفنن في قتل اليمنيين، نقول لهم أن يد العدالة ستطالكم اليوم أو غدا، وأن مجمل هذه الأعمال التخريبية التي تقومون بها وتمارسونها لن تحقق شيء من أطماعكم ومن يعني مشروعكم التخريبي داخل المنطقة. أشكرك جزيل الشكر سيادة المقدم بندر المهدي، رئيس المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، حدثنا عبر الهاتف.